وبالعودة إلى موضوع الاجتماع الذي يعقد بوساطة المبعوث الأممي في لبحث مسائل يمنية، ينضم معنا عضو لجنة المشاورات اليمنية عن وفد الحكومة الشرعية اليمنية محمد ناجي علاو. أهلا بك سيد علاو. في البداية، على ماذا تركز النقاش في هذا الاجتماع؟ نشرت وسائل الإعلام الأرقام التي توصل إليها الطرفين، وهي الإفراج عن 1420 من الأسرى والمختطفين والمحتجزين من الجانبين، وبعد الاتفاق والتوقيع عليه وصدور بيان بذلك من مكتب المبعوث الدولي، دخلنا في نقاشات تبادل الأسماء والأشخاص الذي ستشملهم هذه الأرقام. وهذه أخذت حقيقة وقت طويل جدا، ما زلنا لم ننجز حتى الآن، يعني على مشارف الانتهاء منها، لكنها أخذت فعلا يعني وقت طويل. نعم سيد علاو، يعني إذا كان هناك ربما اتفاق على موضوع تبادل الأسرى والإعلان عن أسماء الأسرى، كان هناك أيضا ربما يعني نقاش حول استئناف مسار العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة، هل وصلتم إلى أي شيء في هذا الصدد؟ هناك اجتماع تحت ضمان عمان، والشكر الحقيقة للأردن الشقيق الذي يسعى لترميم والتطبيب على يعني آلامنا في اليمن، باحتضانه للفعاليات التي تجمع الأطراف للسعي للخروج بحلول للقضية اليمنية. هناك اجتماع بدأ اليوم أيضا للقوى السياسية اليمنية ومنظمة المجتمع المدني و يعني الشخصيات الاجتماعية، اجتماع كبير يسعى لمناقشة الوضع في اليمن برمته والمحاولة لإيجاد رؤية اتفق عليها للخروج من الكارثة اليمنية. نعم، وأين الحكومة الشرعية من هذا الاجتماع؟ هي موجودة من خلال الأحزاب التي تدعمها والتي تناصرها، لأن الحكومة اليمنية هي بلا تأكيد يعني لديها داعمين ومناصرين، وهي أحزاب الشرعية كما نسميها، أحزاب الشرعية التي تناصر الشرعية الدستورية. نعم سيد علاو، يعني هل تم إدراج يعني ملف الوضع الإنساني خلال هذا اليوم وغدا من خلال الاجتماعات؟ الوضع الإنساني بالتأكيد لدينا شقين فيه، شق الإغارة وشق الأسرى. شق الأسرى والمحتجزين نحن نعمل عليه كما ذكرت، وشق الإغاثة الحقيقة هي قضية معقدة، وما سمعت الأخبار لديكم ونشر حول الموقف الدولي في مواجهة ما فرضته جماعة الحوثي في صنعاء من ضرائب أو رسوم على الإغاثة الإنسانية، في سابقة لم يسبق بها أحد. وبالتأكيد افترض أنها تكون جانب من جوانب يعني ما يناقشها المجتمعون، وإن كان الاجتماع مركز بالأساس على القضايا السياسية. نعم، عضو لجنة المشاورات اليمنية عن وفد الحكومة الشرعية اليمنية محمد ناجي علاو، شكرا جزيلا لك.